السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا ترند. حادث مروع في السعودية للمعتمرين أثناء قضاء عمرة رمضان، وأنباء عن وجود وفيات من محافظة دمياط، فيما أوضحت المصادر أن جميع من في الأتوبيس مصريين من محافظة دمياط كانوا في طريقهم لاستكمال مناسك العمرة، وفي أثناء سيرهم اصطدم الأتوبيس بجرار أسفر عن تهشيم واجهة الأتوبيس وتحطيمه، وجاري التواصل مع أسر الضحايا لتسليمهم ذويهم. اللهم ارحم موتانا واشفي مصابي الحادث الأليم. أسألكم الدعاء لهم. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.